الموقف الإخباري من قناة النيل الأزرق، أهلا بكم. ترأس وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان الاجتماع الخاص بمناقشة مصفوفة مخرجات القمة العربية الصينية التي عقدت بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نوفمبر للعام 2022، حيث ناقش الاجتماع مصفوفة مخرجات القمة والتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية السودانية الصينية وتطوير آفاق التعاون بين الجانبين. جدد التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية عن تمسكه بتوسيع دائرة المشاركة السياسية والاهتمام بمعاش الناس. جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوي الثاني الذي نظمه التحالف بمحلية شرق النيل. وأكد الناطق الرسمي باسم التحالف محي الدين إبراهيم عن موقف التحالف الثابت وانحيازه لقضايا المواطنين. دعا عدد من الخبراء القانونيين المهتمين بقضايا صناعة الدستور إلى وضع دستور انتقالي للعبور بالفترة الانتقالية وصولا للتحول الديمقراطي. جاء ذلك خلال ندوة دساتير السودان قصص وحكاية التي شهدتها خيمة الصحفيين. وقال أستاذ القانون الدولي بالجامعة السودانية بروفيسور البخاري الجعلي إن عملية صناعة الدستور تتطلب إشراك كافة مكونات الشعب السوداني عبر آلية تنسيقية عليا. جدل كبير بين الرؤى مختلفة، لكن أنا بفتكر لا، هذه المرحلة لا بد من الناس اللي يفكروا بجدية في كتابة الدستور. الدستور الذي نتحدث عنه الآن، نحن صيغة لدستور مؤقت، لأنه الآن الساحة السياسية ما لديها أو لا تتمتع بمشروعية كتابة الدستور ما يسمى دائم. بدأت المنظمة العربية للتنمية الزراعية وشركة زادنا العالمية للاستثمار عقد اجتماعات مع الفاعلين في مختلف دول العالم، وذلك للتبشير بالمرحلة القادمة في مجال تسهيل الاستثمارات بالبلاد. وبدأت أولى الاجتماعات مع مجموعة الراجح الدولية بالعاصمة السعودية الرياض، حيث اتفق الطرفان على مزيد من التعاون المشترك. أن يكون لهم دور كبير جدا في تفعيل مبادرة الأمن الغذائي العربي السودانية وتحقيق مرامي ومقاصد الأمة العربية في تحقيق الأمن الغذائي. أشاد والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة بدور ديوان الزكاة الولائي والاتحادي في دعم الشرائح الضعيفة، وأشار لدى مخاطبته بسجن سوبا احتفال الديوان بإطلاق سراح 82 نزيلا من الغارمين ضمن برنامج شهر رمضان المعظم، وأشار إلى جهود الديوان في سداد فاتورة العلاج وتقديم الإسناد للفقراء والأسر المتعففة. ما وجدوه من إرشاد وتهذيب وموعظة وتعليم أن يساهموا في الاستقرار في المجتمعات، ونحن نمر بفترة حرجة من تاريخ بلادنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوحد الناس خاصة في هذا الشهر المبارك. أقامت شركة شيكال للتأمين وإعادة التأمين المحدودة حفل إفطارها السنوي بحضور العضو المنتدب للشركة لواء ركن هاشم خالد محمود والمدير العام عمر حسن، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهاز القومي للرقابة على التأمين والعاملين بشركة. هذا وخلال الاحتفال حيا العضو المنتدب المشاركون في الاحتفال بمناسبة الشهر الكريم، مؤكدا أن شيكان ستمضي قدما بسواعد بنيها للارتقاء بالخدمات التأمينية والمحافظة على الريادة في سوق التأمين السوداني. أنا شيكان إن شاء الله على عهدي والعهد بإذن الله سبحانه وتعالى، ورسالة الشعب السوداني نقول لهم كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم وصوموا وتفطروا على خير. وتحية لكل منسوبي شيكان اللي هو رأس ماله الذين يقومون بأعمال كبيرة جدا، وشيكان هي شركة مبتكرة وليس شركة محتكرة كما يقول الكثيرون. وشيكان هي الشركة الأولى في سوق التأمين السوداني، وهي الشركة المناط بها هذا العمل والتوعية وخلافه. دعا عدد من المتحدثين في حفل الإفطار السنوي لمجموعة لالوب بلدنا إلى نبذ خطاب الكراهية ومحاربة التمييز والنعارات القبلية،
وقال مؤسس المجموعة عبد الباري العجيل قال إن المجموعة درجت على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والاجتماعية، كاشفا عن عدد من البرامج التي تعزز الاستقرار المجتمعي وتسهم في ترسيخ ثقافة السلام. الوطن يسعى الجميع تحت شعار يكفي النيل أبونا والجن السوداني، وأنا أعتقد ده براه يكفي، لأنه نحن كسودانيين في زمن تفشي خطاب الكراهية والعنصرية نحن محتاجين لليليم أبناء السودان. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام الموقف الإخباري، تحياتي إليكم وفريق العمل، في أمان الله.